عايش كتير تسمع كتير إنه فايات صارت مصدر عيش، وسكان قرية بانغون بإندونيسيا يلي بيبلغ تعدادهم 3600 نسمة بيعتبروا إنه جمع النفايات هو مصدر للمال، لهيك بيستوردوها من الدول المجاورة. وبيقول أهالي هالقرية إنه فرزة بيعود عليهم بفوائد اقتصادية أكبر بكتير من زراعة الأرز يلي بتشتهر فيها منطقتهم، ولولاها ما كانوا قدروا يدرسوا أولادهم بالجامعات. مهمة أهالي بانغون تتركز على فرز الزجاجات والأكواب البلاستيكية وإعادة بيعها لشركات إعادة تدوير المحلية. اللافت إنه مصنعو جبنة التوفو بيشتروا هالنفايات وبيحرقوها لاستعمالها كوقود عند صناعة هذا النوع يلي بيعتمد على الصويا بالدرجة الأولى. ولكن الدولة منعت مؤخراً استيراد النفايات، وهالشي أسعد دعاة حماية البيئة بإندونيسيا لأنه بتمثل خطر على صحة السكان، ولكن بنفس الوقت أغضبت أهالي بانغون يلي معيشتهم متوقفة على استيراد هالنفايات.